بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. أعزائي أحبائي متابعين قناة البيطري مع حلقة جديدة من بيطري دليفري. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. أعزائي أحبائي متابعين قناة البيطري، النهاردة معدنا مع حلقة جديدة والأسماك في سلطنة عمان وخاصة منطقة زفار. إيه هي التكواية؟ التكواية إيه هي؟ وإيه هي البلوفيش؟ إيه اللي تعرفه عن التكواية؟ وليه العمانيين بيحبوها؟ وهل ده صح ولا خطأ؟ ليه فيه السمك دايما موجود في عمان على مدار العام؟ وإيه أشهر الأسماك اللي موجودة في سلطنة عمان؟ إيه الفرق بين أسماك المحيط وأسماك البحر المتوسط أو البحر الأحمر؟ وليه دايما تبقى أسماك المحيط أقوى؟ ليه تسمت سمكة الحمراء بالاسم ده؟ خليك معنا هتلاقي الإجابة على الأسئلة ديت واكتر، وحد اكيد هتستفيد، ولو استفدت معلومة اكتب لنا في الكومنتات. كل ده هنعرفه في الحلقة ديت، ويلا بينا بسرعة نبدأ الحلقة. والحلقة دي اهداء خاص لصديق عزيز عليا من اليمن، هو اللي سألني عن التكوية وخلاني ابحث عن المعلومات اللي هي اللي جبتها في الحلقة كلها، فجزاه الله خيرا. بنتنوع الاسماك في عمان وتتوزع بين الاسماك السطحية وتكون صغيرة او كبيرة، وفيه برضو اللي هي القاعية، منها اللي تكسر في قاع المحيط او السواحل، والقشريات والرخويات، بالإضافة إلى المحاريات أو رأسيات الأرجل وغيرها. تقسيمات عديدة طبعا بتبقى موجودة على حسب الشكل أو الإيه أو الانتماء للسمكة نفسها. منها أسماك، نوع أنواع الأسماك تسمى سمك النادل، ومنها التكواية. التكواية ديت اللي هي بتسمى بلوفيش على مستوى العالم، يعني نوع معين من الأسماك اللي هي ده أشهر حاجة وألذ حاجة هنا، يعني بيحبوها العمانيين جدا وبيقدموها على أي سمك لما بيلاقوها. يعني يقال إن هي بتساهم في القوة والنشاط الجنسي وكده، زي المهم مشهورة عن البيت اللي هي أنواع الشرخة واللي هي الكوزة والقشريات بصفة عامة والجمبري. ودي هنشوف خصائصها مع بعض. وديت شبه المياس عندنا زي ما احنا شايفين، وهي ايه بتبقى تحتوي على نسبة دهون كتير او نسبة زيت عالية، فتصلح لكل انواع الطبخين على رأسها الشوي طبعا، وبعدها الصينية في الفرن او السنجاري زي احنا بقى. الاسم العلمي لها بلوفيش، وبتتسمى في مسقط تقوى او شماهي، وفي زفار بتسمى تكبيت او تكبيت او تكواية او تقواية في بعض الاحيان بيقول. هي من الاسماك العنيفة والمفترسة، وغالبا ما بتبطلش اكل، يعني يوصل وزنها في بعض الأحيان في العمر الكبير تسجل 14 كيلو و400 جرام، طول من 130 ل 60 سنتي، يعني المتوسط بتاعها يعني أفضل أكل ليها اللي هو اللي هي مش كبيرة جامد يعني، واللي هو الشائع يعني اللي هو 60 سنتي. وكل ما كان اللي هو الحجم الوسط أو اللي هو الصغير أو يعني من 60 ونازل أحسن أفضل في الأكل، عشان زي ما قلنا إيه ما بتبقاش مترصف فيها الرصاص والزئبق والملوثات بتاعت المية، يعني ما يضرناش إحنا. انواع الاسماك هناخدها واحده واحده كده. اكتر نوع او النوع اللي هو المشهور او اللي هو الدارج او اللي هو الشعبي هنا اللي هو اسماك الشعري، هي انواع معينه وديت مشهوره جدا وبتتعرف باحجام مختلفه، منها الصغير ومنها الكبير، وبالاضافه لطرق الطهي العديده، يعني هي برضو فيها نسبه زيوت وبتطبخ بالشوي او السنجاري او اللي هو الفرن، يعني بتتغذى على الأعشاب البحرية ويتكسر في فصلي الربيع والصيف، يعني الربيع والصيف بتكتر ده شكلها، وفيها أنواع منها زي ما احنا شايفين. تاني نوع من أسماك المشهورة في سلطنة عمان اللي هو البياح. البياح ده اللي هو البوري، زي البوري عندنا، الشعري شبه البلطي عندنا. يحتوي هذا النوع من السمك على الكثير من العناصر الغذائية المفيدة، ونسبه الطراوه فيه اكثر، نوع يعتبر من الايه الاسماك ذات الخصائص اللي بتجمع بين الانهار والايه والمياه المالحه والمحيطات وكده. ودي لحمها بيبقى طري وبتجمع بين الايه الخصائص الماء المالح والماء الايه العذب، لانها من انواع الاسماك المختلطه المياه، برضو في التعامل شوي او في الفرن، بس الشوي بالنسبه لها عام واكتر يعني. سمك الهامور ده بيتواجد في اماكن نيامه وليها اشكال مختلفه، وده من الاسماك اللي هي برضو تعتبر ثالث سمكه مشهوره، في ليه الوان وليه اشكال متعدده زي ما قلنا، وهو يعتبر في الاماكن الصخريه موجود اكتر في الاماكن الصخريه، ويحتوي على فوائد غذائيه كتيره، وده ثالث اشهر نوع في المنطقه يعني، وليه اشكال عديده زي ما انتم شايفين، ويعني نسبه الشوك فيه قليله، عشان كده ايه بيفضلوا بالنسبه للاولاد الصغار او كده يعني. الاسماك السطحيه منها الجيزر اللي هو اللي في السطح، وديت
الجزر ديت يعني نوع من انواع التونه ذو الزعنفه الصفراء، وبدأ ولايه سور اكتر حاجه اكتر كميه منه بيصطادوها من سور، وكم كتيره يعني. سمك الكنعد ده رابع اشهر سمكه. سمك الكنعد او الكينج فيش هو نوع من انواع الماكريل او الاسقمري، الاسماك الاسقمريه، ولونها اللي بيكون بين الازرق والفاتح والرمادي اللي هي زي ما احنا شايفينها كده. الاسماك السطحيه الصغيره منها العومه او سمك السردين، يعني هو نوع من انواع السردين، او السردين نوع منه بيتسمى الايه العومه، ودي بتتغذى على الطحالب والعوالق النباتيه الصغيره يعني لها اشكال معينه. في برضه سمك الضلعه ده في مدينه البصره او البصره، يتم طبخها تقطعها لقطع صغيره واضافه الملح والتوابل وبتتقلي، وبتستخدم في البرياني، برياني السمك، البرياني اللي هو الايه السمك اللي هو مختلط بالرز يعني. سمك الخرخور اللي هي سمكه محليه وتكون صغيره، بيستخدموها الطعم يعني اللي هي العومه والخرخور ده بيستخدموه كطعم على الشواطئ، وبنلاقيها جنب على الشواطئ بره جنب الصخور والحتت دي، ده شكلها برضو. الاسماك القاعيه منها الكوفر، اللي هو الكوفر ده برضو شبه اللي يشبه البولتي عندنا، تعتبر منفصلة الاسماك الاسبوريه، وتحتوي على اسنان تشبه الاضراس وتكون طاحنه، ويعني بتعض عضتها صعب شويه يعني، هي من الاسماك اللاحمه. طبعا بصفه عامه يعني اسماك المحيط بتحس ان فيها قساوه، او اللحم بتاعها بيبقى صلب او يعني شديد شويه عن اسماك احنا متعودين على البحر الاحمر والبحر المتوسط، فاللحم بتاعها بيبقى اسهل شويه لان طبيعه المكان صعب طبعا في المحيط، واعماق مختلفه ومساحه شاسعه من المياه، فظروف الحياه والبقاء بيتطلب ان تكون السمكه قويه يعني. منها بتبان اكتر حاجه في الاسماك في السنان زي ما شفنا مع اللي هي الاسماك اللحمه زي الايه زي الكوفر وكده. وفي برضو الحمراء اللي هي برضو نفس القصه، اسنانها بتبقى واضحه، اتسمت بالحمراء لان معظم الجنس بتاعها او بتاع بيبقى لونه احمر، ودي مهدده بالانقراض لان دي اكتر حاجه بتتصاد هنا، ومنها اشكال برضو انواع يعني قريبه برضو من الشعري والكوفر بس على اختلاف الايه اللون بتاعها. الصافي ده برضو منه كذا شكل، ده بتتميز بال ان هي بتبقى طعمها لذيذ، وبرده الشوك فيها قليل، ليها شوكه صعبه كده في حاده، ممكن لو الواحد ما انتبهش ليها في اسفل البطن ممكن تزعنفها البطنيه قويه. القرشيات انواع القرش اللي هي منها الجرجور اللي هو القرش الصغير، نوع معين من القرش ما ينفعش ان احنا نكتر من الاكل منه برده لانه بيحتوي على ماده الرصاص والايه اللي بيمتصها منها. طبعا المحيط فيه ملوثات كتيره، وبيفضل بصفه عامه اكل السمك اللي هي الصغير، عشان كل ما كبرت السمكه وكل ما زاد عمرها كل ما كان في ترسبات اكتر من الرصاص والزئبق والاشياء اللي هي المضره، فبننصح ان احنا ناكل السن الوسط او اللي الحجم الوسط من كل نوع من انواع الاسماك يعني، عشان ما يبقاش فيها نسبه ملوثات عاليه لان دي بتاثر على المخ وتجيب مشاكل معانا لو كترنا من التناول منها. فنفس القصه ما بنكترش من اكل القرش يعني، منها ان هي كمقوي جنسي فيتاكل بحساب يعني. القشريات والرخويات في عمان، الشرخه بيبدا الصيادين بيصيدوها من اول مارس، ويستمر الصيد لمده شهرين يعني مارس وابريل، ممكن ايه اول مايو. من اغلى الثروات ديت البحريه، بس الكميات طبعا مش ما توازيش الاسماك التانيه، واشهر المناطق في صيدها ظفار وجنوب الشرقيه التي تطل على الساحل بحر العرب منطقه الوسط. والاسماك الشرخه بتعيش بين الشعاب المرجانيه وبين الصخور، وبتكثر في البيئات الرمليه وفي العوالق الضحله القريبه من الايه من الشاطئ. الحبار برضه اللي احنا عندنا احنا بنسميه الكاليماري او الصبي او السبيه او سهم البحر في بعض الاحيان يعني، على حسب الحجم والايه والشكل، بس هي كلها جنس الايه الصبيط او الحبار يعني. في على حسب التيارات حركه الميه تكتر اكتر في حوض البحر المتوسط، وبرضه موجوده هنا، وتسمى بنسميها احنا برضه الصغير منها الكاليماري. اماكن الصيد في عمان يعني اكتر اماكن في الصيد هي طبعا ساحل عمان كله ايه صيد يعني، بس اكتر الاماكن منطقه مسقط
مشهورة بالتونة الصفراء والأسماك المنتشرة فيها الهامور والسمك الدوراد. منطقة صلالة بتتميز هذه المنطقة بممارسة الصيد فيها على مدار العام كله، بيبقى فيها أنواع مختلفة من الأسماك، الأسماك بتظهر على طول باستمرار، ولها ما يعني الأنواع لها إيه يعني أوقات تكاثر بتسلم لبعضها. الأسماك المنتشرة في صلالة سمك الإسقمري وسمك الدوراد والأنواع الثانية من الأسماك اللي هي جزيرة الشويمية. تعد الجزيرة من أفضل الأماكن لصيد الأسماك الترافل برضو، دي تبع صلالة، الأماكن اللي هي تبع صلالة منها جزيرة الشويمية اللي أشهر حاجة فيها سمك الترافل، ولا هي على الساحل الجنوبي في عمان. ولاية خصبة دي تعتبر من أفضل الأماكن برضو للصيد لأنها ملتقى المسطحات المائية وفي شمال عمان. جزيرة مصيرة تحاط الجزيرة ببحر العرب ويكون الطقس فيها في المواسم الصيد مثالي مما يؤدي إلى وجود السمك بكثرة فيه، يعني على مدار العام الجو بتاعها بيبقى مثال للصيد وقت الصيد. جزيرة حاسك هي قريبة من صلالة، دي موسم الصيد فيها بيكون في شهر مارس وشهر ابريل، طبعا أكتر حاجة بتطلع زي ما قلنا اللي هي الشرخة. الرياح المرسومية الموسمية في شهر مايو وشهر أغسطس تبقى قوية، فما ينفعش الصيد فيها في المكان ده، في مايو وأغسطس ما بيبقى صعب لأن المياه بتبقى هيجة والموج بيبقى في المنطقة. قرية حربين أو حدبين بيتم الصيد فيها بالطرق الشعبية، يعني استخدام الأيادي في الصيد لدرجة مياه ضحلة وتبقى فيها ممكن الصيادين يصيدوا بأيديهم. السمك بصفة عامة في 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 سلطنة عمان يعتبر مهنة أساسية، يعني لأن هم زي ما قلنا اللي هي السواحل عمان كلها فيها مية بحر العرب وبحر عمان والخليج، طبعا في أماكن عماني يعني منذ الأزل الصيد من المهنة الأساسية، كل العوامل اللي ساهمت إنها تكون مهنة أساسية. وسائل الصيد في عمان بتتنوع ما بين الصيد بالأيدي زي ما قلنا وما بين اللي هي الشباك والأقفاص والسنارات بالخيوط اللي هي السنارات العادية والسنارات اللي في الصيد الحساس بدون بوصة أو بدون بتاع يعني عصاية للصيد، يعني بمجرد بس وفي القوارب طبعا وفي سفن الصيد اللي هي الكبيرة اللي هي تبع الركات والأشياء. في حوالي 134 سفينة صيد، وفي الصيد الحرفي أكتره بنسبة 99% الصيادين اللي هو اللي بالقوارب أو بالإيد، وفي طبعا استزراع سمك. من المشكلات اللي هي بتواجه اللي هي الصيادين العمانيين اللي هي ارتفاع أسعار الوقود في الفترة الأخيرة وارتفاع ثمن معدات الصيد أو اللي هي التكاليف الصيانة بتاعتها. ده كل شيء النهاردة عن الأسماك في عمان والصيد، ده نبذة سريعة، يعني نرجو ان احنا نكون افدناكم. لو عجبتكم الحلقة شيروها ودايما اسأل البيطري. جزاكم الله خيرا. واشتركوا وفعلوا الجرس، ولو حلقة عجبتكم شيروها عشان الكل يستفيد، وشكرا جزيلا، جزاكم الله خيرا.